ازيكم يا شباب؟ لو هنتكلم بشكل سريع كده عن المحاضرة التانية في الفارما، فهي المحاضرة كانت بتتكلم بشكل أساسي عن جزئين. الجزء الأولاني عن الأدوية اللي بنعالج بيها الكونستيبيشن، والجزء التاني الأدوية اللي بنعالج بيها الدايريا. خلينا نبدأ الأول بالكونستيبيشن. الكونستيبيشن كان عندنا تو لاينز اوف تريتمنت. أول حاجة اللي هي اسمها جنرال ميجرز. الجنرال ميجرز ديت اللي هي النصائح اللي أنا هنصحها للعيان من غير ما أتسرع أو أديله دواء. تاني حاجة بقى اللاكسيتيفز اللي هي الأدوية الملينات أو الادويه اللي هتستخدم في علاج الكونستيبيشن فعليا. طيب الجنرال ميجرز ديت علشان نلخصها سريعا، فاحنا هننصح العيان دوت ان هو يزود 3 حاجات. اول حاجه يزودها اللي هي الدايت فايبرز، او ان هو في الاكل بتاعه ياكل فايبرز كتير زي الخضار زي الالياف، اللي هي الالياف عامه يعني. تمام. تاني حاجه ان هو يزود الووتر، لان طبعا لما يزود الفايبرز دي هتزود البلك بتاعت الستول، والووتر كذلك هتخلي الستول سوفت وهتزود البلك بتاعته. ويزود الاكسرسايز، لان الاكسرسايز بيزود الحركه بتاعت الانتستين، فبالتالي يسهل نزول الستول وكده. كمان في حاجه اسمها ريجوليشن اوف باول هابتس، ان هو برضو هي هتبقى حاجه شبه الاكسرسايز كده، ان هو ياكل في ميعاد معين، يتعود ان هو يخش الحمام في مواعيد معينه، حاجات كده علشان تساهم في ان الحركه بتاعت الانتستين تزيد. برضو تمام. طيب لو الجنرال ميجرز نجحت فخلاص كان بها، والعيان الحمد لله ما ادانالوش ادويه ولا اي حاجه وخف. لو الجنرال ميجرز ديت ما نفعتش، فاحنا هنلجا لللاين التاني من التريتمنت، وهي اللاكسيتيفز. احنا نبدا نتدخل بقى بادويه. اللاكسيتيفز الغرض بتاعها بكل بساطة ان هي تزود البلك بتاع الستول او تزود الووتر كونتنت في الستول. لو زودت البلك بتاعه او الووتر كونتنت دوت هيعمل ريفلكس ستيميليشن للبريستاليسز، وبالتالي خروج الستول يبقى اسهل، وفي نفس الوقت لما بزود الووتر كونتنت بيبقى الستول سوفتر، فبالتالي بقى اسهل ان هو ينزل وكده يعني. تمام. فاحنا عندنا اول حاجة من اللاكسيتيفز، طبعا هما 4. اول حاجه هو البلك، تاني حاجه اللي هما الستيمولانت او الريتنت لاكسيتيفز، تالت حاجه اللي هما الاوزموتيك لاكسيتيفز، ورابع حاجه هما اللوبريكانت لاكسيتيفز. وكل حاجه متسميه على حسب الميكانيزم بتاعها. يعني لما اقول لك البلك لاكسيتيفز يبقى ديت تتوقع كده ان هي هتزود البلك بتاع الستول. تمام. طيب لما اقول لك ستيمولانت او الريتنت لاكسيتيفز تتوقع كده ان هي حاجات هتعمل ستيميوليشن او اريتيشن للوول بتاع الانتستين، فبالتالي تزود الموتيليتي. تمام. لما اقول لك اوزموتيك هتتوقع ان هي هتزود الاوزموتيك بريشر، وبالتالي تزود الووتر كونتنت اللي موجود في الاستول. لما اقول لك لوبريكانت اللي هي الملينات او اللي هي الايه الحاجات اللي بتسهل الزحلقه يعني وكده، فتتوقع ان هي هتعمل لوبريكيشن للستول، فتسهل ان هو ينزل عن طريق الانال كانال وكده. تمام. فنبدا اول حاجه بالبلك. كان عندنا هما 3 حاجات. اول حاجه الميثايل سيلولوز، اللي هو السيلولوز العادي اللي بيبقى موجود في النباتات دوت، والتاني حاجه اللي هو البران والسيليوم، ودي كلها معظمها حاجات حبوب او حاجات مستخلصه من النباتات بيبقى فيها فايبرز كتير. هي نفس الفايبرز اللي احنا هنا نصحنا العيان ان هو يكتر في الاكل بتاعه، لكن هنا احنا هنديها له بقى في شكل دواء او في شكل ايه، هنوصي بيها ان هو ياخدها بشكل معتاد. يعني وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي الحاجات دي كلها ما بيحصلهاش انجيشن، فبالتالي بتنزل تترصى في الستول، فتزود الستول بالك. ولما تزود الستول بالك تعمل انكريز او تعمل ريفلكس ستيميليشن للبريستاليسز، ولما البريستاليسز تزيد يحصل ديفيكيشن بقى، وانه يبدا ينزل الستول وكده. لكن المشكله ان هي لازم تتاخد مع اديكوت فلويد، لازم تاخد معاها سوائل كتير جدا، لان السوائل ديت هي اللي بتلينها وبتخليها ماده جيلاتينيه كده. لو خدتها من غير سوائل هتبقى حاجه ناشفه، ممكن تعملك انتستينال اوبستراكشن لو انت خدتها من غير سوائل. تمام كده. كمان حاجه ممكن تعمل فلاتولنس. فلاتولنس ديت اللي هي انتفاخات، بسبب انه ممكن بعض البكتيريات تعمل لها فرمنتيشن وطلع منها غازات وحاجات كده، لكن دي نقطه مش مهمه قوي يعني. تاني صنف معانا اللي هم الستيمولنت لاكسيتيفز او الريتنت لاكسيتيفز، وهي من اسمها كده هي مواد بتروح تعمل اريتيشن للوول بتاع الجوي تي. لما تعمل اريتيشن للوول بتاع الجوي تي بتخليها تزود الفلويد اللي بيخرج من الوول دوت. تمام. فيزود الفلويد، ولما تزود الفلويد هتعمل سوفت بالك ستول، لان الستول بقى مليان ميه مليان فلويدز كتير، فبالتالي حجمه هيزيد، وفي نفس الوقت هيبقى سوفت، ودوت هيعمل بقى ريفلكس ستيميليشن، ويبقى اسهل ان هو ينزل عن طريق الانال كانال وكده. ماشي. الستيمولنت لاكسيتيفز او الريتنت لاكسيتيفز دي بتبقى مواد ان اكتيف، الانسان بياخدها ما بتبقاش اكتيف، لكن بيحصل لها اكتيفيشن في مكان ما، اما انه يحصل لها اكتيفيشن في السمول انتستين، واما انه يحصل لها اكتيفيشن في اللارج انتستين. لو حصل لها اكتيفيشن في السمول انتستين هتشتغل على الوول بتاع السمول انتستين، وده مثال واحد بس عندنا اللي هو الكاستور اويل او اللي هو زيت الخروع، وده مهم جدا. تمام. لو حصل لها اكتيفيشن في اللارج انتستين فديت هتشتغل على اللارج انتستين، مش هيبقى لها اي تاثير على السمول انتستين. زي دواء اسمه بي
إيساكوديل، دواء اسمه صوديوم بيكو صلفيت، والسنة والكسكرة، وديت أعشاب الناس بياخدوها يعني بيغلوها وبيشربوها كده. ماشي، خلينا بس نرجع للكاستر اويل كده. كاستر اويل دوت بيحصل له اكتيفيشن بالانزيم اللي اسمه البايبيز اللي بيخرج عن طريق البنكرياس في وجود البايل صوص، وبالتالي الكاستر اويل بيبقى ان افكتيف في حالات الاوبستراكتيف جوندس. وديت معلومه مهمه جدا، ان تقريبا يعني ديت المعلومه الوحيده اللي الدكتوره اكدت عليها في المحاضره، ما اكدتش على حاجات كتير، فبالتالي لما تلاقيها اكدت على معلومه معينه كده تبقى مهمه جدا، يعني ان الكاستر اويل بيبقى ان افكتيف في حالات الاوبستراكتيف جوندس. تمام، طيب ايه هي الكونترا اندكيشنز بتاعت الكاستر اويل او الوزيت الخروع دوت؟ احفظها في الجمله ديت: واحده حامل بترضع عندها الصفرة، واحده حامل يبقى هو كونتر انديكيتد في البريجننسي، بترضع هو كونتر انديكيتد اثناء اللاكتيشن، عندها الصفرة يبقى كونتر انديكيتد اثناء الاوبستراكتيف جونز، احنا لسه شارحين ديت. تمام، طيب ممنوع عند الحامل ليه؟ عشان بيزود اليوترين كونتراكشن. تمام، طيب ممنوع عند اللي بترضع عليه لان هو ممكن يحصل له اكسكريشن في البريست ميلك ويعمل انفانت دارية، يعمل دارية للطفل اللي بيرضع دوت. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا البالك لاكسيتيفز والستيمولانت لاكسيتيفز. الستيمولانت لاكسيتيفز تشوف عن طريق انها تعمل جي اي تي اريتيشن، تزود الفلو، تعمل سوفت بالك ستول، يا اما تخرج في السمول انتستين يا اما في اللارج انتستين. السمول انتستين هو كاستر اويل واللارج انتستين بيساكودين صوديوم بيكو سلفيت والسنه والكسكره. الكاستر اويل دوت لازم يشتغل في حالات البايل، يعني في وجود بايل، فما ينفعش في الاوبستراكتيف جوندس، ما ينفعش عند واحده حامل او بترضع او عندها الصفراء. بالنسبه للاوزموتيك لاكسيتيفز فهم من اسمهم كده ان هي حاجات هتروح تزود الاوزموتيك بريشر جوه الستول، فبالتالي يبقى يخليه يمتص ميه كتير، ولما يمتص ميه كتير خلاص انت عرفت بقيه الحوار بقى، ان هو لما يعمل ووتر ريتينشن يبقى سوفت بالك ستول او سوفت بالك ستول، فبالتالي يبقى سهل ان هو يحصل له اكسكريشن. وهما حاجه من اتنين، يا اما الصلاين، الصلاين ديت اللي هي الاملاح، يا اما املاح مغنيسيوم يا اما املاح صوديوم. تمام، يا اما اللاكتيولوز، وعايزك تفرق ما بين اللاكتيولوز اللي هو اوزموتيك لاكسيتيفز وما بين السيليلوز اللي هو بالك لاكسيتيف. اللاكتيولوز اوزموتيك بينما السيليلوز بالك. تمام كده، تمام، عشان ما تتلخبطش بس في الام سي كيو كده. ماشي، طيب بالنسبه للصلاين فهي من اسمها كده هي بعض الاملاح زي املاح المغنيسيوم او املاح الصوديوم تروح تترسب في الاستول، فبالتالي تشد ميه معاها لان دايما الملح بيشد الميه عليه، فيعمل ووتر ريتنشن للاستول فيخلي الاستول يبقى سوفت وبالكي، وبقيه الحكايه انت عارفها. تمام، السايد افكت بتاعه ايه؟ السايد افكت ان هو بيسحب ميه من الانترافاسكولار فلويدز او من الميه اللي موجوده في الدم او البلازما بتاعت الدم، فبالتالي ممكن يقلل الانترافاسكولار فلويد فوليوم، يعني ممكن يسحب الميه من البلازما كتير، فبالتالي ممكن يجي لك هايبوتنشن مثلا او ينزل الضغط كده يعني. تمام، طيب كونترا انديكيشن، كونترا انديكيشن واحد عنده الكليه، واحد عنده القلب، واحد عنده الكترولايت امبالانس، يعني واحد عنده مشكله في القلب او عنده مشكله في الكليه، لان طبعا التو اورجانز دول بيتاثروا جامد جدا بحجم الدم، وانا قلت لك ان هو السايد افكت الاشهر بتاعه ان هو هيقلل لك الانترافينوس الانترافينوس فوليوم. تمام، فبالتالي او الانترافاسكولار فوليوم، فبالتالي ما ينفعش ندي لواحد عنده سيفير رينال امبيرمنت او عنده سيفير كاردياك ديزيز، وما ينفعش لواحد عنده الكترولايت امبالانس لان كل الادويه اللي هي لاكسيتيفز ديت هتعمل لك الكترولايت امبالانس. تمام، مشكلة في الالكترولايتس. تمام كده، طيب بالنسبة للاكتيولوز، فالاكتيولوز ده بينزل اندايجستد لحد الول، لحد اللارج انتستين. اللارج انتستين موجود فيها البكتيريا، البكتيريا تعمل فرمنتيشن للاكتيولوز دوت وتنتج ثلاثة اسيدز، اول حاجة اللي هو اللاكتيك اسيد، ثاني حاجة الفورميك اسيد، ثالث حاجة الاسيتيك اسيد. الثلاثة دول كده بقى مواد شبه الصلاين كده، هتزود الاوزموتيك جريدينت اللي موجود في الستول، فبالتالي تعمل ووتر ريتينشن وتطلع لك سوفت بالكي ستول. السوفت بالكي ستول دوت عرفت انت بقيه الحكايه بقى، هيبقى سهل ان هو ينزل عن طريق الانال كانال وكده. ماشي، لكن الحاجه المميزه جدا 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 للاكتيولوز ان هو يوز ان هيباتيك انكيفالوبس، دي كلمه مش هتسمعها في اي حته في الفارما غير مع اللاكتيولوز فقط، ان هو بيستخدم في حالات الهيباتيك انكيفالوبس. ليه؟ لان هو بيمسك فيه الامونيا، وان هو بيمنع البكتيريا من ان هي تعمل فرمنتيشن للامونيا والكلام ده كله، ان هو بينتج اسيدز، الاسيدز دي بتقتل البكتيريا او بتعيق البكتيريا ان هي تكون امونيا وكده، وطبعا هيباتيك انكيفالوبس بتبقى بسبب زياده الامونيا. تمام كده، فاحنا عندنا الاوزموتيك يا اما صلاين يا اما لاكتيولوز، وخلاص عرفناهم. تمام، طيب اخر حاجه معانا بقى في اللاكسيتيفز اللي هما اللوبريكانت. اللوبريكانت اللي هي المواد ايه اللي بتزحلق الاستول كده. عندنا اول حاجه مينرال اويل، مينرال اويل دوت اللي هو زيت البترول زي المثال اللي عندنا او اللي بيستخدم هو الليكويد بارافين، تاني حاجه اللي هو الجليسرين. تمام كده، اللي بتعمل ايه؟ بتعمل لوبريكيشن للاستول، فبالتالي تسهل ان هو يخرج عن طريق الانال كانال، خصوصا لما يكون هارد وناشف وكده، فيبقى صعب ان هو ينزل مثلا او ممكن يجرح في الانال كانال وهو نازل كده يعني. ماشي، السايد افكت بتاعته مهمه، وممكن تيجي سؤال اسي يعني، اتوقع ان ممكن يجي سؤال اسي يقول لك السايد افكت بتاعت اللوبريكانس او بتاعت المينرال
المينرال اويل او الليكويد بارافين، تمام كده. خلينا نلخصهم كلهم في ثلاث نقط، ثلاث نقط بيعتمدوا على فكره الابزوربشن. اول حاجه ان هم هيقللوا الابزوربشن بتاع بعض الحاجات، وان هم ممكن يحصل لهم ابزوربشن، وان هم ما بيحصل لهمش ابزوربشن اصلا. اول حاجه فكره ان هم يقللوا الابزوربشن بتاع ايه، بتوع الديك. ايه الديك ديت؟ اللي هي الليبل سوليبل فيتامينز، اللي هو فيتامين ايه، فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين كي. الليبل سوليبل فيتامينز مش هيحصل لهم ابزوربشن، وهيقللوا الابزوربشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت. فهم بيقللوا الابزوربشن بتاع الديك كالسيوم فوسفيت، الديك كالسيوم فوسفيت، تمام كده. طيب بالنسبه لي لو هم حصل لهم ابزوربشن، فهم جسم غريب عن الجسم، يعني حاجه غريبه عن الجسم يعني، فهتعمل حاجه اسمها فورين بودي رياكشن. يعني الجسم هيعتبر انه مثلا مكان المينرال اويل اللي حصل له ابزوربشن دوت في شوكه مثلا معينه او في حاجه كده، فيحصل عليها جرانيولوما بقى وانفلاميشن والحاجات دي كلها. وممكن لو هم وصلوا للنج يعملوا حاجه اسمها ليبيد نيومونيا، لان هي اصلا مواد ليبيد، والجسم هيتفاعل معاها ويعمل عليها انفلاميشن في اللنج، فبنسميها ليبيد نيومونيا، تمام كده. طيب بسبب ان هم اصلا ما بيحصل لهمش ابزوربشن، هيخرجوا بقى عن طريق الانال كانال. فاول حاجه هيحصل لهم ليكج عن طريق الانال كانال، ولو بيعمل بروريتس يعني انفلاميشن حوالين الانال كانال، تمام. كمان حاجه ان هم بيعملوا كرونيك انيتيشن للانال كانال، فيعملوا انال بولي بوي. وكمان ان هو لو في وونز في الانال كانال، في فيشرز، في واحد عامل عمليه، في اي حاجه كده، فهم هيقللوا الهيلنج بتاع الوندز. فاحنا كده سريعا عشان نخلص الكونستيبيشن، كان عندنا جنرال ميجرز، عندنا اللاكسيتيفز. اللاكسيتيفز اربع حاجات: اول حاجه البالك فورمنج لاكسيتيفز، ثاني حاجه الستيمولانت او الريتنت لاكسيتيفز، ثالث حاجه الاوزموتيك لاكسيتيفز، واللوبريكانت لاكسيتيفز. عرفنا كل واحد فيهم ايه نظامه، ودايما حط في دماغك ان اللاكسيتيفز ديت هتعمل مشاكل في الالكترولايتس. اللاكسيتيفز ديت هدفها ان هي تزود البالك بتاع الستول، وان هي تزود الووتر كونتنت في الستول، تمام. خلينا نخش بقى على الجزء الثاني اللي هو الجزء بتاع الدايريا. اول حاجه نعرفها في الدايريا ان هي ديت بنسمي العيان عنده دايريا لما يخش الحمام اكتر من 3 مرات في اليوم، تمام كده. طيب ايه هي الكوزز اوف دايريا؟ والله بص، اول حاجه ممكن الانفكشن، لو واحد عنده اي انفكشن باي حاجه هتعمل ريفلكس دايريا. واحد عنده انفلاميشن في السمول انتستين او في اللارج انتستين ممكن تعمل عنده دايريا برضو. واحد عنده كارسينويد تيومر دوت هينتج سيروتونين كتير، وانت عارف ان السيروتونين بيزود الحركه بتاعه السمول انتستين، فبالتالي هيعمل ريفلكس دايريا. واحد عنده بايل سولت مال ابسوربشن، البايل سولت بتعمل اريتيشن للوول بتاع السمول انتستين وبتاع اللارج انتستين، فبالتالي هيبقى عنده ريفلكس دايريا. خامس حاجه بعض الدراجز ممكن تعمل دايريا، زي الانتيبيوتكس، زي الاس اس ار اي اللي هي مضادات الاكتئاب، زي حاجات كتير بقى ممكن تعمل دايريا، ممكن تبقى تحفظها من المحاضره او لو ما عندكش وقت ما تركزش عليها قوي يعني، تمام. طيب بالنسبه لي التريتمنت بتاع الدايريا بقى، فاحنا عندنا تو لاينز اوف تريتمنت. اول حاجه سبيسيفيك تريتمنت ونون، ده نون سبيسيفيك تريتمنت، ده سبيسيفيك وده نون سبيسيفيك تريتمنت. هي في هنا نون بس ايه نسيت اضيفها اعدلها وانا بنزل لكم الفايل، لكن دوت يعني ده سبيسيفيك تريتمنت وده نون سبيسيفيك تريتمنت، تمام كده. طيب بالنسبه للسبيسيفيك تريتمنت، انا بكون عارف ايه هو سبب الدوريه وبدي دواء يعالج الدوريه ديت. زي مثلا لو واحد عنده انفكشن بالشيجيلا فانا هدي له سيبروفلوكساسين، ولو واحد عنده انفكشن بالاميبا هدي له مترونيدازول اللي هو الفلاجيل. فالسبيسيفيك تريتمنت سيبرو ومترو، تمام، سيبرو ومترو، ماشي. طيب بالنسبه بقى للنون سبيسيفيك تريتمنت، النون سبيسيفيك تريتمنت احنا اول حاجه هنعمل ريبليسمنت للوست فلويدز، لان دايما احنا بنخاف في حالات الدوريه ان العيان الفلويدز اللي عمال يفقدها اثناء الدوريه ديت هي اللي ممكن تموته. هو بيفقد ووتر وبيفقد الكترولايت، كل ده هيعمله سيفير هايبوتنشن، ممكن يعمل هايبوفوليميك شوك ويموته، ماشي. فاحنا هدفنا الاول في النون سبيسيفيك تريتمنت ان احنا نعمل ريبليسمنت للوست فلويدز ديت، زي ان احنا هندي اورال ليهايدريشن سولتس، يعني ديت عباره عن املاح اللي هي الكترولايتس بنحط عليها ميه، فاحنا كده ونشربها للعيان، فاحنا كده بنعوض الميه اللي فقدها العيان وبنعوض الالكترولايتس اللي فقدها العيان، تمام كده. ودي بتكون معتمد على حاجه من الاثنين، يا اما جلوكوز يا اما سيريا. السيريا ديت اللي هي النشا او الستارش، يعني في الاخر هما نفس المبدا، هي ماده كربوهيدراتيه سواء جلوكوز او سيريال، وبنحط عليهم الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم. برضو سيريال صوديوم كلورايد بوتاسيوم، تمام كده. اعرف الاختصار بتاع الاختصار بتاع دوت ان هو او ار اس، تمام. طيب تاني حاجه ممكن ندي بعض المواد تعمل بروتكشن للجي اي تي، جي اي تي بروتكتيف ايجنتس زي الكولين والبكتين والبوزموس البيزموس، وده كانت بتعمل حاجه اسمها ادزوربشن لبعض المواد على سطحها، توقف بعض الحاجات كده على سطحها، بعض المواد التوكسيك، بعض الكوزاتيف اورجانيزم، بعض البكتيريا، بعض الفيروسات، اي حاجه مسببه للدوريه ديت هي بتروح جايه ممتصعه على سطحها بالشكل ده كده، وتاخدها وتنزل لحد الاسطول وتتخلص منها، تمام كده. كمان حاجه بقى اسمهم الانتي موتيلتي دراجز، ديت الادويه بقى اللي هتروح توقف الموتيلتي بتاعت الجي اي تي او تهدي الجي اي تي شويه
تقول لها ايه، هدي اللعب شويه، تمام كده. ودوم كانوا 3 حاجات، اول حاجه اللي هي الاوبييت اجونست، الاوبييت اجونست ديت ادويه هتروح تشتغل على الاوبييت ريسبتورز اللي هي زي حاجات المورفين او المخدرات ديت، لكن هتشتغل لوكال في السمول انتستين فقط. هتعمل حاجه من حاجتين، اول حاجه ان هي هتقلل البريستاليسيس، تمام، هتقلل البريستاليسيس موفمنت لان ديت هي اللي بتسبب الدوريه اصلا، وهتزود النمبر بالسيف موفمنت ديت اللي هي الحركه اللي بتبقى في مكانها، مش بروجريسيف، مش هتودي، مش هتسبب ان الاستول ينزل عن طريق الانا كانال وكده. ودول كانوا دوايين، دواء اسمه لوبرامايد ودواء اسمه دايفينوكزيليت، لوبرامايد ودايفينوكزيليت، ماشي. السايد افكتس بتاعتهم، سوري، السايد افكتس بتاعتهم ان هم ممكن يعملوا بيرفوريشن للدايفيرتيكولا، لو في دايفيرتيكولا ديزيز في السمول انتستين او في اللارج انتستين ممكن يحصل له بيرفوريشن، وكمان ان هم ممكن يعملوا باراليتيك اليوس يعني يوقفوا الحركه بتاعت الاليوم، بس اصلا هو بيقلل البريستاليسيس، تمام، وممكن يعملوا ريسبيراتوري سبريشن، ودوت سايد افكت مشهور جدا للمورفين وعيلته اللي هم الاوبييتس عامه يعني، تمام كده. تاني حاجه الانتي كولينرجيك، الانتي كولينرجيك دوت اللي هي الادويه اللي هتروح توقف الباراسمبثيتيك نيرف سيستم اللي هو الاتروبين وعيلته، لان الباراسمبثيتيك نيرفس سيستم كان بيزود الموتيليتي، فانت لما تقفل الباراسمبثيتيك نيرفس سيستم يبقى انت كده بتقلل الموتيليتي. اخر حاجه مواد اسمها انايون اكسشينج ريزون او ريزن، ده بتستخدم في حالات الدوريه ويز بايل سولت مال ابزوربشن، ان دي بتروح مواد بتروح تمسك في البايل سولت وتاخدها وتنزل بيه في الاستول، فنتخلص من الاثر الريتنت بتاع البايل سولت ستيت، تمام كده. يبقى احنا عندنا الدوريه نعرف الكوز بتاعتها، عندنا سبيسيفيك تريتمنت، عندنا نون سبيسيفيك تريتمنت، تمام. نون سبيسيفيك تريتمنت اول حاجه ريبليسمنت اوف فروست فلويدز، ثاني حاجه جي اي تي بروتكشن، تالت حاجة الانتي موتيلتي دراجز اللي هما الاوبييت اجونس والانتي كولينرجيك والانتي الانايون اكسشينج ريزن، تمام كده. طيب عندنا اخر حاجه بقى، كان في عنوان صغير كده في المحاضره اسمه سبازموليتكس. سبازموليتكس اللي هي الادويه اللي بتروح تعمل بتريح السبازم اللي ممكن يبقى موجود في الوول بتاع السمول انتستين وكده، اللي هي حالات الكوليكس اللي هي المغص الشديد، لما يبقى في سبازم كده في السمول انتستين عندك او في الامعاء عندك يعمل لك كوليكس شديده، تمام. وديت ادويه هتروح تقلل الموتيليتي، هتعمل انهبيشن للموتيليتي. فادويه مثلا ممكن تروح تقفل الباراسمبثيتيك نيرف سيستم زي الاتروبين وعيلته، تمام، دوت هيعمل ريلاكس ريلاكسيشن للوول بتاع السمول انتستين، يا اما ادويه دايركت بقى بتروح تشتغل على الريسبتورز اللي موجوده فعليا في السمول انتستين وتعمل ريلاكسيشن للاعضاء بتاعت السمول انتستين، كنا بنلخصهم في كلمه بابا خليل وماما امينه زائد النايترايت. بابا اللي هو البابا فيرين، خليل اللي هو الخلين، ماما اللي هي الميبي فيرين او الميبي فين، وامينه اللي هو اللي هي الامينوفيلين زائد معاهم النايترايت كده. الحمد لله خلصنا المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.